في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري عبر كافة التراب الوطني، اليوم تنطلق القافلة التضامنية الخاصة بالدخول المدرسي، سيتم توزيعها على العديد من بلديات الولاية بمراعاة العديد من المعايير مع السلطات المحلية. كذلك كان التنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي. هذه القافلة تحتوي على أزيد من 1000 محفظة موزعة بين الطور الابتدائي والمتوسط، وسوف تكون في العديد من البلديات المعزولة والنائية.